مرحبا برج الجدي، هذه قراءتك العامة. القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي والقمري. عندك رغبة يا برج الجدي في حياة جديدة أو في أن تدخل مجال جديد، كأنما تحس نفسك تمللت من الوظيفة اللي أنت فيها، من الوضع المالي اللي أنت فيه، وأنت مستعد لبداية جديدة، مستعد أنك تترك كل الأمور اللي أنجزها لحد الآن فقط من أجل بصيص أمل بأن في شيء جديد راح يدخل حياتك، في شيء أفضل. دائما النجمة بعيدة، ولكن دائما عندنا حلم أن في شيء أفضل ينتظرنا على الجانب الآخر، ولكن بسبب أشياء عملية وظيفتك الحالية راح تتطلب منك، أو ما راح يكون سهل بالنسبة لك أن تتخلى عنها بسهولة، أن تعطيها ظهرك وتتوجه نحو مثلا مشروع في بالك أو تخصص جديد بسرعة. راح تضطر أنك مثل ما نقول تتحرر أو تدفع ثمن تحررك من هاي القيود، خصوصا إذا كنت في وظيفة ثابتة. ما راح يكون سهل أنك على طول تغير مجالك إلى المجال الجديد، مطلوب منك دبلوماسية أكثر. 4 الخماسيات دائما يقول لنا محتاجين مهارات لإدارة أموالنا في الفترة القادمة، لأن كأنما أنت مللت من مجال معين، ولكن هاي المجال يعرض عليك ويعطيك استقرار مادي. المجال الجديد وإن كان تحبه أو في بداية جديدة، ولكن في مخاطرة. خلنا نشوف ما هي النصيحة لك على الجانب العملي. اوكي، انت محتاج بدل ما هني يقول لك بدل ما تترك كل شيء ورائك وتذهب نحو المشروع الجديد اللي في بالك، احرص ان المشروع الجديد او الفكرة الجديدة اللي في بالك ما تأثر على الاستقرار اللي تملكه لحد الان. وان كنت تمللت منه وما تحس انه في نمو، ما تحس انه شيء كبير، ولكن عشان تنهي انت محتاج الى التوقيت المناسب. مو فقط التوقيت المناسب، انت محتاج خطة محكمة استراتيجية فيها تكتيك، شلون انا اطلع من هاي المجال، من هاي التخصص باقل خسائر ممكنة وادخل. لان اذا طلعت طلوع مباشر هني مبين طاقتك انك تريد تغيير مفاجئ او سريع. هني يقول لك اذا طلعت تغيير سريع بهاي الدرجة راح تخسر نوع من الاستقرار، راح تخسر نوع من، انت لا تنسى انك بنيت هني لنفسك شيء، وان كان مو بالشكل اللي توقعته، ولكن بنيت، صار في بناء. راح تهدم كأنما شيء عشان تبني شيء ثاني. الفكرة ممتازة، المشروع ايجابي، ولكن محتاج منك تخطيط. دائما كرت العدالة يمثل لنا الاجراءات الصحيحة في الوقت الصحيح، عشان ما يكون عندنا وانت عندك هاي البداية الجديدة المشروع اللي في بالك اللي راح يجلب لك سعادة وايضا اموال، ما تدخل فيه وانت على ظهرك اثقال او مخاوف. هذا على الجانب العملي والمالي. خلنا نشوف الجانب العاطفي، ما هي التوقعات فيك يا برج الجدي؟ اوكي، برج الجدي، احتمال انك قاعد تبحث عن شخص او تحلم بشخص، وايضا تفكر بشخص، ولكن يعني في بينكم ارتباط على مستوى الروح او تخاطر. احتمال انكم حاليا ما تتكلمون مع بعض، ولكن في ارتباط روحي. في نفس الوقت قاعد تحاول تخبي عنه هاي الارتباط، حتى وان كان تخاطر او مجرد على مستوى الروح انت دائما تفكر فيه. ولكن اذا رجعنا للحياة العادية، اذا رجعت بين الناس، تكون جدا بارع. انت بارع في اخفاء مشاعرك عن هذا الشخص، انت بارع في ان تعطي الناس وجهة ان كل الامور بخير وما في شيء تغير عندي. ولكن وضعك هذا، انت هني ما بين اسى ورغبتك في ان ترجع لهاي الشخص، وما بين طاقتك قاعدة تروح هدرا، لان هذا الشخص كأنما في امل،
في أمل أن يكون بينكم رجوع، ولكن في نفس الوقت في عدم وضوح من جانبك أنت يا برج الجدي. يعني هذا الشخص أشوفه لحد الآن مخلي مثل البصيص عشان أنت ترجع له، ولكن كأنما أنت هني مدبر في نفس الوقت، عندك رغبة ولكن مدبر. لماذا؟ هل أنت قلق من استقرارك المالي؟ هل أنت قلق بشأن ما تملكه من أجل أن تقدم لهذا الشخص؟ أو هل عندك رغبة بالارتباط؟ احتمال عندك رغبة بالارتباط يا برج الجدي، ولكن أنت تعرف أن في ثمن لازم يندفع. الثمن اللي لازم يندفع عشان تقدر تجتمع مع هذا الشخص أنه يكون في تغيير شامل من طرفك وأيضا من طرفه، عشان يصير في التقاء في المنتصف بينك وبينه، بين الأموال، اجتماع الأموال، وعندنا أيضا اجتماع الأكوام، التقاء في المال وأيضا الحب، عشان نكون متفقين، نطالع بعض ونفهم بعض. اثنينكم محتاجين لطاقة تغيير، واحد منكم، احتمال أنت يا برج الجدي، احتمال مطلوب أنك تكون واضح مع هاي الشخص، واضح بشأن مشاعرك، وهذا الشخص مطلوب منه أن يكون واضح بشأن رغباته. قاعد كأنه ما هني يخبي رغباته، إنزين يخبي رغباته بأن يرغب أن يكون معاك تحت سقف واحد، أن هاي الفصل من حياتك وحياته تسكرونه مع بعض، وتسكرونه وتختمونه بانتهاء لقائكم. كرت اللي احنا مع بعض في نهاية المطاف قدرنا نتخطى كل العقبات. انت محتاج شوية وضوح في الحياة العاطفية. خلنا نشوف الصعيد الصحي والقانوني. اوكي، انت كنت خايف، اذا كنت خايف من نتائج فحوصات او عندك شوية قلق، خايف انك تذهب الى الطبيب يا برج الجدي، لان عندك قلق ان بعض الفحوصات راح يكون نتيجتها سلبية، راح يكون عندك مثلا شيء مرتفع، شيء ناقص، شيء يحتاج الى عملية، عندك جدا قلق. ولكن النصيحة لك ان فعلا تسارع التعجيل في عمل الفحوصات، تكون قوي، تواجه الموضوع. ان كان عندك اي عرض او اي مؤشر انت تشكو منه، تشكو من الدوخة، تشكو من الهبوط المفاجئ، حان الوقت ان انت تواجه هاي الوضع، لان الفحوصات راح تكون في النهاية ايجابية. نتيجة ذهابك الى المستشفى بشأن الاعراض اللي تعاني منها حاليا راح يكون في النهاية نتيجة ايجابية على حياتك ترى. وممكن مشاكل كبيرة احنا نتفاداها بان نعالجها لما تكون عندنا في البداية. هذه هي النصيحة لك أو الرسالة. أشوف أن برج الجدي هذا الشهر ممتاز عشان توقع أي عقود شراكات أو تدخل في تعاون. هني الرسالة لك، إذا ستدخل في تعاون على مستوى المال، البزنس أو المشاريع، ضروري جدا أن تحرص أن تكتب. أنت هني كأنما قاعد لي في طاقة ملكة الأكواب، عندك إيمان أن كل الأمور راح تكون بخير، وعندك ثقة بالناس وحب للناس اللي قاعد تعمل معاهم، احتمال لأنهم أصدقاء، لأنهم معرفة، لأنهم أهل. الرسالة لك هني تكتب، عندك الغصن، لازم تبتدي تكتب العقود القانونية، وإن كانوا أشخاص عزيزين عليك وإن كان عندك ثقة بهم 100%، عشان في النهاية مشروعك الجميل، بدايتك الجديدة اللي انت قاعد تحاول تخلقها مع هاي الناس، عشان بعدين ما تثقل كاهليك، عشان ما تصير عبء عليك، عشان ما تصير سبب في تخريب علاقتك مع اشخاص عزيزين. ما في عيب ابدا، ولا تخجل من ان تكتب. كتابتك للعقد هو تذكير، مش شك في حبك لهم او حبهم لك او حتى ثقتك فيهم. احرص في الفترة القادمة خصوصا شهر مايو، اذا بتسوي اي تعاون، اي عقود، اي استثمار او بزنس، حتى لو كنت انت طرف واحد من عدة اطراف، احرص ان انت بالذات يكتبون لك عقد شراكة او عقد تعاون، جدا مهم يا برج الجدي.
خلنا نشوف آخر شيء، من القادم في طريقك أو ما هي الأخبار الجديدة القادمة في اتجاهك؟ إذا كان في أي شيء، برج الجدي ستعاني من أنت راح تكون شوية متملل أو متضايق، خلينا نقول متضايق، أنت متضايق من رؤسائك في العمل خلال شهر مايو، هذا احتمال سبب من الأسباب اللي يدفعك نحو البداية العملية الجديدة اللي أشوفك راح تدخل فيها إن شاء الله وتوفق فيها. أنت شوفك هني بطاقة الفارس متضايق من مكان العمل وتحاول أن تبتعد لأي سبب، تحط أمامك أي سبب أي عائق عشان عذر تبتعد من بيئة العمل. بيئة العمل أحسها شوي صايرة جافة، تضايقك، مملة وسيئة. أنت هني كأنما راح تأخذ حجة، دائما فارس السيوف هو الفارس اللي يبحث عن الحقيقة وأيضا يوصل الحقيقة. أشوفك هني في طاقة أنك إما راح تتعذر بتدريب أو راح تتعذر بدراسة جديدة، ابتعاث، تحصيل أكاديمي جديد عشان تخرج من هذا المحيط. وهذه جدا يعني العذر راح يطوف، يعني كأنما الحل لمشكلة كبيرة عندك في العمل هو بالعذر في الدراسة أو في التدريب، كأنما الموضوع راح أو هاي الفكرة راح تخرجك من العجينة مثل الشعرة. راح تمشي الأمور جدا ممتازة، يقتنعون الرؤساء وأيضا يشجعونك على هاي النوع من التحصيل العملي، في نفس الوقت ما راح تكون تظهر في نظرهم كأن أنت سلبي أو تحاول الهرب من العمل. أنت راح تأخذ هاي الوقت مو فعلا من أجل التحصيل العلمي أو عشان التدريب، أنت هني كأنما تحاول أنك تشتري لنفسك بعض الوقت عشان تحدد شنو راح تكون تحركاتك في مجال العمل. وهذه فكرة جدا ذكية منك يا برج الجدي. خلنا نشوف ما هي الرسالة الأخيرة لك. relationship patterns، نمط، عندك نمط في العلاقات. it takes strength to recognize the need for change، محتاج منك قوة عشان تراجع نفسك بخصوص حياتك العاطفية يا برج الجدي. ليش قاعدين احنا ننتهي في نفس الدائرة؟ ليش قاعدين نجذب نفس النوعية من الأشخاص؟ وليش دائما نصير في نفس الموقف؟ وإن كان الشخص مختلف ولكن تقريبا الموقف مشابه، حان الوقت عشان وإن كنت هني تعبان أو مخذول، إنزين حان الوقت عشان لا تنسى أنك قاعد تحاول تجذب شخص معين من الماضي إلى حياتك، هذا اللي شفته في جانبك العاطفي، عشان تقدر تحل الموضوع من جذوره. اسأل نفسك ليش أنا قاعد أحاول أصلا أجذب هذا الشخص؟ ليش أحاول أجذبه الحين بعد ما صار الانفصال؟ ليش ما حطيت جهود قبل الانفصال؟ هاي النوع من الأسئلة عشان تعالج النمط الدائرة اللي أنت دائما تضع نفسك وتضع الآخرين فيها. المرأة بمثابة النفس، النفس عندنا نوع من الحكمة، إحنا هي عندها المفتاح، إحنا عندنا المفتاح عشان نقدر نكسر النمط المتكرر اللي قاعد يبعدنا من الحياة اللي إحنا فعلا نحلم فيها. عزيزي برج الجدي.